مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. اختطفوا من مواقع مدنية يرتدون ملابسهم المدنية، وكانوا يمارسون أعمال مدنية. بعضهم يدرسون في الجامعات، وبعضهم يعملون في مؤسسات تجارية أو خيرية أو مؤسسات عامة. أخذتهم الميليشيا، ميليشيا الحوثي والمخلوع، بعيدا عن الضوء. مارست بحقهم أصنافا من التعذيب أوضحها الإخفاء القسري، ومن تخفيه الميليشيا قسرا فهو ولا شك في حال خطر. تختطف ميليشيا الحوثي والمخلوع في سجونها مهندسين وأطباء وطلاب جامعات وأساتذة وموظفين وصحفيين وأصحاب مهن أخرى، تجمعهم صفتهم كمختطفين في سجون ميليشيا لا تعير القانون وزنا، وهي التي لا تعيش إلا بالمخالفة لأحكامه. عبد الخالق عمران صحفي قضى عامه الثاني من الاختطاف، ويدخل شهره الثالث من الإضراب عن الطعام، الذي بدأه مع 9 زملاء آخرين قبل أن تعيدهم الميليشيا إلى سجون أو إلى سجن مجهول من جديد، وتمنع عنهم الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي. نتابع هذا الفيلم الذي صوره زملاء في صنعاء وأعده للعرض الزميل وديع عطاء. نتابع ثم نعود. في 9 يونيو 2015 دهمت قوة من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية فندقا بالعاصمة صنعاء، اختطفت 9 صحفيين كانوا يقيمون فيه، وهم عبد الخالق عمران وعصام بلغيث وهشام طرموم وتوفيق المنصوري وحارث حميد وحسن عناب وأكرم الوليدي وهيثم شهاب وهشام اليوسفي. ولم تكتف الميليشيا بهؤلاء، بل زاد العدد تباعا باعتقال صحفيين آخرين تأكيدا لنهج المسيرة القمعية التي كانت قد اختطفت من قبل حامد الصوفي، ولا يزالون جميعا في ظلمة السجن. للمطالبة بحريتهم نفذ أهالي الصحفيين المختطفين وذويهم 10 الوقفات حتى لم يعودوا معه يحسبون عدد وقفاتهم. الوقفات لا تعد، يعني لا أستطيع عدها، أنه كم العدد اللي رحناها. إحنا نروح كثير يعني، ولا تكاد يمضي أسبوع أو أسبوعين إلا وتكون وقفة هناك لرابطة أمهات المختطفين أو الأسر المختطفين بشكل عام. زاد من معاناة ذوي الصحفيين المختطفين جهل سجانيهم الذين تعاملوا بهمجية مع المحتجزين، حيث كان يتم نقل بعضهم من سجن لآخر بشكل عشوائي، وإخفاء البعض دون إفادة أهاليهم بمعلومات مطمئنة. عندما ذهبت آخر مرة بعدما نقلوا الصحفيين، قلت لهم يعني كيف تنقلونهم؟ من الذي نقلهم؟ من الذي أمر؟ نريد ورقة، نريد أن نتأكد يعني هذه الأرواح، وتعرفون أنهم مضربين عن الطعن، نريد أن نعرف نقلتموهم من سجن إلى سجن. قالوا هذه أوامر، أنه حتى نحن لا ندري. قلت لهم يعني إذا جاء أي واحد مجرم أو أي شيء يقول لكم انقلوا السجين الفلاني، تنقلوه من اتصال من عندما يقولون أنهم لا يعرفون من يأمرهم بالنقل. سجن هبرة يعني المعاناة فيه أشد من الثورة، أشد منها بكثير. يعني حتى الماء 5 لتر لكل سجين، الماء في اليوم الواحد لا يدري أن يستخدمه للشرب أو للوضوء أو حتى أنه ينظف بعض ملابسه. يعني يعانوا معانا كثيرة، وخصوصا أن هناك بعض السجناء أهاليهم لا يعرفوهم ولا يدرون أنهم موجودين في سجن هبرة. أسر الصحفيين على وجه الخصوص والأسر المختطفين على وجه العموم يعانون معاناة كبيرة جدا من الإهمال المتعمد، ناهيك عن التعذيب النفسي لأهالي المختطفين غير المختطفين داخل السجون. التعمد يعني أنه أرقام التلفونات بالعشرات للشخص الواحد، أبو فلان وأبو علان، ولكن عندما تأتي أن تستنجد أو تتصل أو تبحث على وسيلة توصلك إلى هذا المختطف أو لزيارة، لا تكاد تجد ولا يكاد يرد. نذهب لهم مرة ثانية وثالثة ونقول لهم لماذا تأتوننا بهذه الأرقام وهي لا ترد؟ قالوا له يرد نادرا، بكل بجاحة يعني هو يرد نادرا. لما كنت أروح إلى سجن هبرة كنت أرى الغرفة التي يطبخون فيها، يعني سيء منظرها، سيء. الذي يطبخ الأكل طفل صغير عمره ما قرب 12 أو 13 عام. الأكل أو الكدم الذي يأتوا بها إلى السجناء
يسكب الكيس هكذا في صبة سمنتية وينفضه بأيديه شخص آخر رجل ويعيده في الكيس حتى أنه يقول تريد نحن من المنظر تكره أن يعني أنت تكره أن يأكل هذا السجين لقمة من هذا الأكل. أيضا سمعت أكثر من مرة عندما كنت أذهب في الساعة 11:30 وبعض السجناء من الدور الثالث ينادون نريد الصبوح، يعني صبوح السجين لا يعطى إليه إلا في الساعة 11:30. تجسيدا للتحريض الذي أطلقه زعيم الميليشيا الإنقلابية ضد الصحفيين والإعلاميين، يتم التعامل بقسوة ملحوظة مع الضحايا المختطفين من فئة الصحفيين. أي سجن يتواجد فيه الصحفيين تحصل فيه حالة الطوارئ، تحصل فيه حالة الطوارئ، تمنع الزيارات عن الأسر، يعني يرجع الأكل من بوابة السجون. ليش؟ لأنهم يعرفون أن هنا في حقيقة، فيها دخلت الحقيقة فعلا، ويخافوا أن يكشفوا لأنهم فعلا يكشفوا. يعذب الصحفيون في سجن عبرة ويخرج الخبر، ولكن في الأخير إيش يتضايقوا من هذا. فلما نقول الصحفيون والأمن السياسي أغلقت الزيارات إلى يومنا هذا، والأهالي يشتكون من إغلاق الزيارات على كثرة تواجد المختطفين داخل سجن الأمن السياسي. الوقت للناس الباقي ربما أخذوا أكثر من 10 دقائق، ربع ساعة. أما عبد الخالق فكان مجرد ما يتكلم معنا لأنه يحاول أن ينقل الحقيقة من داخل السجن، فتكون زيارتنا قصيرة جدا. أول ما أشوفوه يتكلم ببعض الأشياء التي تحصل في داخل السجن، يعني إذا أخبرني أنه مريض أو لقى شيئا من التعذيب على طول يأتي أحدهم يسحبه ويقول له انتهت الزيارة. تعرض الصحفيون المختطفون للإخفاء القسري، وخلال فترة الإخفاء تعرضوا لصنوف من التعذيب والضغوط النفسية، وكان عبد الخالق عمران الأكثر تعرضا للقسوة والتعذيب، ربما لكونه يرأس تحرير الموقع الصحفي للحزب الأكثر استهدافا من قبل الميليشيا. في أول زيارة سمحوا لي أن أقابله، كنت أنا وأحد أطفالي، يعني كان عندي ولد وثنتين بنات راحوا معي، فجلسنا معه. كان يعني حالته سيئة جدا بعد نقله من البحث الجنائي وهذه السجون، كانت لحيته طويلة ضعيف، يعني واضح عليه أثر التعذيب، أثر الإعياء، أثر التعب. فيما بعد علمت منه أنه يعني حصل له تعذيبات يعني كثيرة، منها الوقوف، التعليق، التهديد بالكهرباء، التعذيب نفسي، منعهم من النوم، حتى أنهم كانوا يعني في أوقات متأخرة من الليل يأتوا ويصحوهم، يقولوا لهم تفتيش، يخرجوهم من العنابر ويقولوا لهم تفتيش. ما يعانيه أقارب عبد الخالق ينطبق على أقارب كل المختطفين، ففي حال سمح لهم بالزيارة فإنها تكون تحت رقابة صارمة تكاد تكون الأنفاس فيها معدودة، حيث يقف بجوار كل صحفي حارس يرقب الأقوال ويرصد الحركات. ما أحكي لك، لأكد ودخلوا حنا ووحدنا 5 دقائق وأنا مسنبة، طلعت أنا وأخوته 2 وبنته، لأكد وخرجوا وردوه ذيك الساعة. وهي المرة الثانية سرك ما قدرش يسنب، يا بدهم بين الطاقة وأنا ما قدرش، روح كلها أنا أجيك وما جرتك لعند الدكتور طوالي، ما قدرش أسافر أنا. كان بجانبنا ويعني يشوف أي حركة مننا ينظر، قصده أنه يعني نحن وكأننا نحن إرهابيين، نحمل متفجرات، نحمل. حتى أنني أكثر من مرة أقول لهم ماذا تتوقعون من قريب أتى ليزور قريبه، هل يعني سيعمل جريمة عنده بدل أن ينقذه ويقتله؟ يعني هل سنتحمل أرواح ناس أبرياء؟ ما التفكير الذي يفكرونه بهذا التفتيش وهذا التدقيق معنا؟ مع أبوه ما أقدر شيء يجيب ركبه بالبلع، ومرته ومع صبي وبنت حالتهم حالة، ما نعمل وإحنا بعيد، إحنا نسافر 14 ساعة من هنا لما نصل البلع. متأثرين، خلها على الله، كاني صحتي مدهورة أعظم من ذا الحين، ولا أني تعالج أباني التهابات بالدم من يوم دخل السجن، ما كانش أقدر أجي ولا أسير، عاد الحين عاني تخطر بين البيت ما كانش أقدر أخرج، حالتنا حالة إحنا
بعيد. تحملت أم عبد الخالق عناء الوصول إلى صنعاء لتظفر ولو بنظرة من ولدها، فضلا عن طمعها في حريته. شهور طويلة مرت منذ أن سمعت صوت ابنها في الأسبوع الأول لاختطافه قبل أن تخفيه الميليشيا في مكان مجهول. اتصل به ولو ثلاث أيام، قد احنا مسكوا احنا الحوتة باكر وش خرج احنا، وهي وجلس أربع شهور ولا من يندي لنا علمه. من بعد علم اللي عبد أمه ساكن هنا وقال لنا، وكانوا ينتلوه التلفون يعني شنو كان يتصل بنا آخر شيء ما عندولوش تلفون ولا. عام مر على اختطاف الصحفيين دون توجيه تهمة لهم، ولم يخضعوا لأي إجراءات قانونية. عندها قرر عبد الخالق ورفاقه خوض معركة الأمعاء الخاوية، وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 9 مايو الماضي. عبد الخالق أعلن، قال نحن الصحفيين نعلن الإضراب المفتوح، لم يحدد الوقت. على مدار أسبوعين وأسر الصحفيين بواب عند بوابة الأمن السياسي يناشدونهم، أقل كانت أول زيارة لهم إنه خرجوهم نشتيهم تنقلهم إلى المستشفيات، هم جاء يعني عندهم أمر بالنقل إلى المستشفيات، يعانون من الإغماءات المتكررة بسبب الإضراب ولكن دون جدوى. تزامن إضراب الصحفيين مع مشاورات الكويت، فشكلوا ضغطا معنويا وأخلاقيا على الميليشيا أمام الرأي العام الدولي، وواكب ذوي المختطفين هذه الخطوة بتصعيد لاحتجاجاتهم السلمية، لكن الميليشيا حرصت على التصدي لذلك بشكل لا أخلاقي، فنقلت المختطفين إلى مكان مجهول مرة أخرى، وتعاملت بهمجية مع الوقفات الاحتجاجية لأقارب المختطفين. كانت أبرز الوقفات الذي كان فيها نوع من الاعتداء على المحتجات أمام سجن هبرة، عندما بدأ الصحفيون الإضراب، الصحفيين بدأوا الإضراب في 9 مايو 2016، فكنا أمهات المختطفين كرابطة، نحن كرابطة تبنينا هذه القضية، أنه ذهبنا إلى أمام سجن هبرة على أساس أنه نوقف هناك وقفة احتجاجية، وما أن عرفوا أن بدأ الأمهات يتوافدن إلى هذا المكان إلى بوابة السجن، بدأوا اعترضوا أصحاب الباصات والتكاسي، وتم القبض على 5 من الذي أوصلوا المحتجات إلى هذا المكان. بدأوا يعترضون، جابوا الشرطة النسائية، هددوا أنه تفرقوا، أنتم يعني ليش تأتوا إلى هنا، لكن كانت رد الأمهات قوي وكانت قضيتهم أقوى، ووقفنا وقفة جادة، وكان وأوصلنا رسالتنا للعالم أو لمن استطعنا أن تصل هذه الرسالة. وبلغ السقوط الأخلاقي للميليشيا أوجه في الوقفة التي قامت فيها أمهات المختطفين بآخر ما تقتضيه لغة العرف والأصالة من طلب للنخوة، إلا أن عناصر الميليشيا داست على آخر ما تبقى من أمل في أخلاقهم. الوقفة الثانية التي كانت أمام القصر الجمهوري، وكانت وقفة يعني ما كناش نتوقع، أنه كنا الأمهات يتوقع أنه لن يروح أو لن يصلن بيوتهن لو أبنائهن عندهن، ولكن تم دهس القبيلة أمام هذه الأمهات، أمام الأمهات، ودهس الضفيرة وحرقت الستائر والضفائر، يعني استنجاد، قمة الاستنجاد، يعني ناشدنا الإنسانية في كل من عد عنده إنسانية، ولكن دون جدوى، بل بالبيادة العسكرية تداس القبيلة اليمنية. رسالة لا الناس مرة لنناشدهم، والحوتي وصالح يسنوا لحقنا هم أسيرهم لأسيرة، كل صحفي ما معه إلا القلم بيده ما معه. منذ أن سيطرت على مركز مديرية مران في صعدة قبل سنوات، أدخلت ميليشيا الحوثي إلى السجون آلاف المختطفين، تعرض أغلبهم لأشكال مختلفة من التعذيب، كما أنهم جميعا يتعرضون للابتزاز، حيث تحولت عملية الاختطاف إلى واحدة من مصادر الإثراء لقيادات ميليشيا الحوثي والمخلوع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي محمد الأحمدي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم عن المختطفين، وهذه هي الحلقة 3 على التوالي التي نخصصها لقضية المختطفين، وسنخصص الحلقة القادمة أيضا لذات الموضوع. كنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا
لتناول القوانين المحلية والدولية لجريمة الاختطاف وغيرها من أشكال حجز الحرية. وسنحاول في هذه الحلقة أن نتناول الضمانات التي يقدمها القانون الدولي وطرق تقديم الشكاوى أمام آليات حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب محمد الأحمدي، الباحث القانوني بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ عبد الله وبقناة بلقيس وجمهورها الكريم. هناك أكثر من 10 صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ أكثر من عام. كناشط حقوقي، ما الذي قمتم به أنتم وبقية أيضا الناشطين في هذا الوسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم في قناة بلقيس على الاهتمام بهذه القضايا الحقوقية وإتاحة فرصة جيدة للتعاطي مع هذه القضايا. وفي الحقيقة لم يعد خافيا على أحد، سواء المنظمات الحقوقية والناشطين أو وسائل الإعلام أو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما يعانيها اليمنيون بشكل عام، الشعب اليمني، من اضطهاد وقمع وتنكيل ومصادرة لحقوقه الأساسية، بدءا بالحق في الحياة، ثم الحق بالسلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الحرية، وغيره من الحقوق التي مارست التي صادرتها ميليشيات تحالف الانقلاب منذ 21 سبتمبر 2014، منذ سيطرتها على السلطة وعلى مؤسسات الدولة، والبدء فورا في ممارسة القمع الوحشي تجاه المجتمع وممارسة عقاب جماعي تجاه هذا المجتمع، يعني بدءا من كما أشرت مصادرة حقوقه الأساسية، مرورا باتخاذ المجتمع رهينة بيد هذه الميليشيات للمقايضة عليه من أجل البقاء في السلطة كسلطة أمر واقع تحكم على رقابة اليمنيين. بالنسبة لنا في المنظمات الحقوقية، في الحقيقة كنا توصلنا بالعديد من الشكاوى، سواء ما يتعلق بالصحفيين أو ناشطين سياسيين، وقدمنا بشأنها شكاوى إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة. وفي الحقيقة هناك يعني إشكالية فيما يتعلق بالتوصيف القانوني لهذه السلطات، هي في الحقيقة سلطات أمر واقع وتتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، بالإضافة أيضا إلى مؤسسات أو الأجهزة الحكومية التي تواطأت مع هذه الميليشيات في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، تتحمل مسؤولية كبيرة. لكن من المؤسف أيضا أولا أن نذهب للحديث عن إشكاليات القانونية فيما يتعلق بهذه الانتهاكات في الوقت الذي يعد وجود كيان ميليشاوي أصلا أو جماعة عنف مسلحة خارجة عن القانون، هو إشكالية، يعني هو الذي يفترض ألا يكون، يعني في الواقع هو جذر المشكلة أساسا، هو جذر المشكلة بالفعل. ناهيك أيضا عن ثقافة العنف والمفاهيم العنصرية التي تعتنقها هذه الجماعة والتي تتصرف بموجب هذه المفاهيم وهذه الثقافة العنيفة تجاه المجتمع وتجاه الخصوم السياسيين أو حتى تجاه النشاط السياسي والمدني بشكل عام ووسائل الإعلام والصحفيين. نعم. إذن هناك نشاط منذ وقت مبكر للدفاع عن الصحفيين الذين تعرضوا للقمع، ولكن للأسف أيضا هناك عجز واضح في أداء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة ويعني مستوى تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والأول التي ترعى العملية السياسية في اليمن. في الأخير تحدثوا عن تحسين شروط الاحتجاز. نعم للأسف. نعم. يعني وهذا في الحقيقة يعود أساسا إلى إشكالية وجود حسابات لدى الفاعلين الدوليين، وهي التي أعاقت عمل أو أدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان في محاسبة هذه الجماعة الميليشياوية وفرض عقوبات صارمة عليها. هل لديكم إحصائية دقيقة عن عدد المختطفين في السجون، أو دعنا نقول زنازن، أو لا أدري هل يمكن أن نطلق على أماكن الاحتجاز سجون، بمعنى أن السجون مصطلح يعني قد يكون قانوني عموما، يعني هل هناك رقم محدد ودقيق لهؤلاء المختطفين؟
نحن في الحقيقة أخي العزيز تحصلنا على قوائم بأسماء مختطفين تضم آلاف المختطفين، قرابة 3000 مختطف في السجون ومراكز الاحتجاز السرية التابعة لميليشيات الحوثيين. هم في الحقيقة هي السرية، غير أماكن الاحتجاز العلنية المعروفة يعني. نعم، هناك مراكز احتجاز يعني أنشأتها هذه الميليشيات في صنعاء ومناطق أخرى، سواء كانت مواقع عسكرية أو بعض المناطق السكنية التي أو المدن السكنية التي عملت منها سجون أو خصصت أجزاء منها كسجون، حولتها إلى سجون ومراكز احتجاز. طبعا السجون بالفعل مصطلح قانوني، يعني الأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها تحت إشراف القضاء أو الجهاز العدلي في الدولة. لكن نعرف أن ميليشيات الحوثيين سطت حتى على السجون الخاضعة لقانون السجون اليمني، نعم، أو يعني سواء السجون التابعة لأجهزة الأمن السياسي والقومي أو حتى السجون التابعة لمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية. نعم، كل هذه الأماكن أماكن احتجاز السجون الخاضعة لقانون تنظيم السجون أو المراكز الاحتجاز هي في الحقيقة تحت سلطة هذه الميليشيات، وهي التي تعتقل فيها الأشخاص وتحتجزهم أو تأذن بالسماح بزيارتهم لمن سمحت لهم بالزيارة أو التواصل مع ذويهم، أو أيضا إطلاق سراح من يعني توصلت إلى قناعة بإطلاق سراحهم، سواء بمقابل مادي كفدية أو في إطار تبادل أسرى، رغم أن هؤلاء مع المقاومة أقصد والجيش الوطني، رغم أن هؤلاء الضحايا المحتجزين لدى سجون ومراكز الاحتجاز السرية التابعة لميليشيات الحوثيين في الغالب هم مدنيون ويتم اختطافهم من نقاط التفتيش أو من بيوتهم أو من المساجد والطرقات. ما هي الضمانات أخ محمد التي يقدمها القانون الدولي لحماية حق الإنسان في الحرية وحمايته من الحجز التعسفي؟ أخي العزيز، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الأولى يؤكد على أن جميع الناس يولدوا، جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. وفي المادة الثالثة أيضا لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد الوثيقة الأولى في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يفترض أن تحظى بالاحترام. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا في المادة السابعة يعني أو المادة التاسعة أولا يتحدث عن أنه لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب التي ينص عليها القانون ووفقا للإجراءات المقررة. المادة السابعة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية أو ما أشبه ذلك، فضلا عن اتخاذ هؤلاء الأشخاص دروعا بشرية كما عملت ميليشيات الحوثيين. المادة أيضا العاشرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحظر معاملة المحتجزين أو المحرومين من حريتهم معاملة غير إنسانية يعني أو تحط من الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. كل هذه الضمانات. إذن هناك العديد من النصوص، لكن هل ما ذكرته من نصوص ملزم لليمن؟ بالنسبة لليمن طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فهي ملزمة كحكومة أو كسلطة. بالنسبة لجماعات العنف المسلح كالحوثيين، مثل ما أشرت في بداية الحديث إلى أنه من المؤسف أن نتحدث عن تفاصيل انتهاكات تمارسها هذه الميليشيات التي تعد هي في الأصل خارجة عن القانون ويجب أن تكون محظورة لأنها تمارس العنف وصولا لغايات سياسية، ولأنها تعتنق مفاهيم ومبادئ عنصرية تمييزية وثقافة عنف تجاه المجتمع وتجاه الآخر، ولأنها أصلا يعني ذات تاريخ حافل بالقمع والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي من المؤسف أن نتحدث
عن تفاصيل جزئية في ممارسة وسلوكيات هذه الميليشيات في الوقت الذي تعد أصلا هذه الميليشيات مجرمة في نظر القانون، وإن كان للأسف حسابات الفاعلين الدوليين تحاول الإبقاء على هذه الميليشيات كجزء من المشهد السياسة على حساب الحقوق، هذا ما هو كائن للأسف معينة. هل يمكن أن يكون غياب أجهزة الدولة أو ظروف الحرب مبررة لسقوط أي من هذه الحقوق الموثقة والمرصودة ولو مؤقتا، يعني عن بعض الأشخاص بأن يعني يتعذرون دائما العذر أن هناك حالة استثنائية ونحن في أوضاع حرب إلى آخره؟ قد يقول قائل أن هذه الحقوق محفوظة ومصانة ولكن ليس في وقت الحرب وما يصاحبها من إشكالات. يعني حتى في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أيضا كان هناك حرص على الإشارة إلى هذه الأمور، بأنه حتى في الظروف الاستثنائية وفقا لإحدى المواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حتى وإن كان في هناك ظروف استثنائية لا يجوز المساس بهذه الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم وستظل تلاحق تاريخ وواقع هذه الميليشيات على الدوام مرتكبيها. هل هناك جهاز قضائي دولي أو جهاز تحقيق معني بتلقي الشكاوى الفردية من أشخاص تعرضوا ويتعرضون حاليا لانتهاكات حقوقهم في اليمن، بمعنى أنه فرد واحد يتواصل مع جهة معينة معنية بالنظر في شكواه؟ طبعا الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة معنية بتلقي الشكاوى، ونحن في منظمة الكرامة أو منظمات أخرى قدمنا بعض الشكاوى الفردية إلى هذه الإجراءات، سواء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو المقرر الخاص المعني بالتعذيب أو يعني الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري وغيره من الإجراءات التي يمكن تقديم شكاوى فردية أمام هذه الإجراءات. لكن هناك إشكالية أولا في الحجم الهائل للانتهاكات والحالات، وبالتالي يعني صعوبة تقديم شكاوى فردية لكل هذه الحالات، ولكن ليس لكل الحالات، الميليشيا تعتمد على أن تكثر من هذه الانتهاكات لتضيع ويتم تميع الحقوق، وهذا أحد أساليب التهرب والإفلات من الجرائم، هو أن تكثر من هذه الجرائم بحيث تصبح غير معقولة وغير قابلة للإحصاء وللعد وبالتالي تسقط جميعها. لكن إثبات، وهذا ما حدث في أكثر من قضية دولية، إثبات قضية واحدة أو عدد محدود من القضايا على هذه الجهة المنتهكة كفيل بتحقيق العدالة للبقية أيضا، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك أخي العزيز، لأنه يعني مثل ما أشرت قبل قليل كان هناك حالات نموذجية حاولنا أن نقدمها كشكاوى فردية، سواء ما يتعلق بالصحفيين أو الناشطين السياسيين. نعم. هي حالات صارخة توضح مدى همجية هذه الميليشيات وتعمدها لإغلاق هامش الحريات السياسية والمدنية في البلد وعسكرة كل مظاهر الحياة ونزوعها نحو القمع الوحشي تجاه المجتمع، بالإضافة أيضا إلى هناك أن هناك بعض الحالات سواء إعدام خارج القانون لإعدام بدم بارد للضحايا التي تكشف استهتار هذه الميليشيات بالحياة الآدمية وبحقوق الإنسان الأساسية ومصادرتها، وبالتالي هذه الحالات النموذجية هي ستظل يعني مثال واضح على مدى إجرام هذه الميليشيات حق المجتمع اليمني، وبالتالي يمكن أن تكون مفتاح لمزيد من البحث والتوثيق وتقديم الشكاوى الفردية إلى الإجراءات الخاصة. هذه الإجراءات الخاصة في نهاية الأمر سوف تقدم تقارير أو يعني وتصدر أيضا بيانات أو قرارات تؤكد الطابع التعسفي للاعتقالات، تؤكد أيضا الطابع الإعدام التعسفي والإعدام خارج القانون لضحايا الإعدام خارج القانون. نعم. خارج القانون. نعم. الجرائم سواء كانت بالأعداد أو بالنوعيات أو بالتصنيفات القانونية لا تعد ولا تحصى، لم يتركوا أي جريمة أو جناية دون أن يمارسوها في حق هذا الشعب. هذا العدد المهول وهذا الواقع المؤلم لواقع حقوق الإنسان في اليمن، برأيك لماذا لا يحرك محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق
في حالة حقوق الإنسان بشكل عام في اليمن؟ أعتقد أخي عبد الله أنه لا نيأس من هذا الملف. صحيح أن اليمن ليست طرفا في اتفاقية روما في نظام روما، وبالتالي الذي يتيح للدولة أن تقدم يعني ملفات أمام هذه المحكمة، ولكن هناك ثلاث طرق: إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية من مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وأعتقد أنه في حال تم توثيق أكبر قدر ممكن من الجرائم والانتهاكات سواء للآليات الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة التي تستقبل شكاوى فردية، أو للهيئات التعاقدية سواء لجنة مناهضة التعذيب أو غيرها من الإجراءات، يمكن لهذه الإجراءات أن تقدم تقارير وتضغط بدورها على مجلس الأمن لتبني إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي محاسبة هذه الميليشيات على جرائمها بحق الشعب اليمني. ويجب أن تستمر الجهود سواء وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية أو منظمات المجتمع المدني اليمنية في العمل على توثيق ورصد هذه الانتهاكات والاستمرار في تقديم الشكاوى والتقارير سواء للإجراءات الخاصة أو للمنظمات الحقوقية. وهذا ما نعمل عليه، وهذا ما نعمل عليه معا كإعلاميين وكحقوقيين، لتحريك القضايا أمام المحكمة الجنائية، يعني أن تمنح اليمن الحكومة طواعية الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية، أو أن تنضم اليمن إلى نظام روما. لكن في كل الأحوال هذا لا يعني إمكانية إفلات هذه الجماعة الميليشاوية القمعية وحلفائها من العقاب والحساب سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. الناشط الحقوقي محمد الأحمدي الباحث القانوني بمنظمة الكرامة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الصحفي عبد الخالق عمران تم الرصد، في أمان الله.